بالرغم من الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية لمصالحها المعنية تحث فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف في الانتخابات التشريعية اليوم 7 أكتوبر، إلا أن التفاعل بقي سلبيا خلال اقتراع اليوم بعد اصطدام ذوي الاحتياجات مع مشاكل عديدة أمام العديد من مكاتب التصويت. حفيد موحى، واحد من بين ذوي الاحتياجات الخاصة، غادر بيته بحي الخرب بطنجة صوب أحد مكاتب التصويت بمدرسة تعذيب الحاج قدور للإدلاء بصوته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت اليوم لهاد المدرسة تعذيب الحاج قدور باش نأدي الواجب الوطني ديالي ككل مواطن مغربي، ولكن ملي وصلت للباب كنتفاجأ كنلقى بأن ما كاينش الولوجياس، كاين الدروج، وحنا هذيك العقبة هذيك اللي عندنا معها واحد أشياء سلبية دائما كنعانيو منها في ادارات ولا في مدارس، وكاينه بزاف ديال الاطفال خرجوا من المدارس في السباده بسبب ديال هاد الولوجيات هذه. حفيد وجد صعوبه كبرى في ولوج مكتب التصويت، ولم يمنعه ذلك من مواصله التحدي للقيام بواجبه الوطني. امله في ذلك منح صوته لمن يستحق ان يدرك يوما عند توليه المسؤوليه ان مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصه بطنجة على الخصوص ما تزال تعيش نقصا كبيرا. حنا كنطلبوا من الناس اللي عطوا العجدادين، حنا ما عارفينش شكون، باش اولويات يعطيوها للمعاقين ويعدلوا لهم الولوجيات في جميع المسائل الاداريه، الطبيب كوميساريه إدارة العمومية جميع المرافق، يعني تكون هذه حتمية، ما كانش فيها الولوجيات ما تفتحش ديك البلاصة هذيك بحال اللي عند الناس في أوروبا. وهذه المشاركة ديالي في الانتخابات كنت أنا في 8 الصباح وأنا كنجي وكنرجع، كنمشي وكنرجع، ساقط الخبر الصحافة وعيطوا لي قالوا لي علاش هذه، وعاد جيت معاهم وجينا صورة هادشي هذا، على الله يوصل المسؤولين اللي كيهمهم الأمر ولا عنده ولا كان عندهم شي احساس على هاد الاشخاص المعاقين.